بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين في الفيديو ده هنعمل كده تشيك سريع لملاحظات الوحدة الخامسة. طبعا احنا ماشيين وفقا للجدول كده، فالتزم بالجدول إن شاء الله الفيديو هينزل في ميعاده. أول حاجة كده عايزين نمسك الكلمات، نطلع الكلمات المهمة اللي احنا عايزين نعرف ملاحظاتها. أولا، أول كلمة هتقابلك كلمة كاتش أب وذ. كاتش أب وذ دي معناها يسير، بتدي نفس معنى كيب أب وز اللي خدناها قبل كده، برضو برد نفس معنى كوب وز. زيهم كمان هنضيف حتة كده كانت في الترجمة اللي هي كيب بيس وز. الناس دول كلهم كده معناهم يساير او يواكب. بس عايزك تنتبه انك انت مش هتستخدم وز دي غير لما يكون معاك مفعول. على سبيل المثال نقول لك مثلا to catch up with your work، keep up with، نفس القصة. أي حاجة فيها وز من دول فلازم يكون بعدها مفعول، أو إنك تشيل وز وتبقى مفيش، مش محتاج مفعول. دي أول ملحوظة. الملحوظة التانية معانا كلمة work. عايزك تعرف إن work دي لها استخدامين، بنستخدمها كفيرب بمعنى يعمل، وبنستخدمها كنون بمعنى العمل أو عمل يعني. وانتبه كمان إن كلمة work دي اسم لا يعد. يعني إيه اسم لا يعد؟ يعني ما ينفعش أقول لك a work. طيب، لكن أنت ممكن تواجه في يوم من الايام تلاقيها مكتوبه وركس. وركس دي لما تجمعها يبقى مقصود بيها اعمال ادبيه، الاعمال الادبيه القصص والروايات وكده، او اعمال هندسيه. على سبيل المثال ممكن تقول the ancient Egyptians، يعني المصريون القدماء. Egyptians المصريين القدماء. left us يعني تركوا لنا او خلفوا لنا many great works، يعني خلفوا لنا الكثير من الاعمال الهندسيه الرائعه. انت ممكن تقول works او engineering works. تمام. طيب تيجي برضو مثلا تقول the days. the days اللي هي قصه الايام يعني is one of نجيب محفوظ ابوستروف اس طبعا عشان ده ملكيه best works، يعني واحده من افضل الاعمال الادبيه اللي عملها وقدمها نجيب محفوظ. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة install. install دي لها معنيين. أولا هما الاثنين فعل. أولا بنستخدمها بمعنى يثبت برنامج على التليفون أو على الكمبيوتر. في الحالة دي هتساوي كلمة set up. نفس القصة كلمة install برضو ممكن نستخدمها بمعنى يركب جهاز. في الحالة دي هنستخدمها بمعنى fix. طيب خد مثلا مثال technician is coming، يعني الراجل الفني هيجي to not our air conditioner. يعني الفني هيجي عشان يعمل ايه في الاير كونديشنر؟ يا ترى نختار هنا fix ولا نختار install ولا نختار set up ولا نختار ايه كلهم؟ طبعا انت عارف بما انك انت عايز تقول يركب التكييف يبقى انت عايز كده بمعنى يركب. طب يركب الجهاز يبقى انت عايز انستول او فيكس، يبقى نستخدم انستول ونستخدم فيكس، ما ينفعش نستخدم سيت اب. سيت اب دي معناها يركب او يثبت برنامج على الكمبيوتر او على التليفون. عندي بعد كده كلمه جوين. جوين دي معناها ينضم الى او يلتحق بي او ينضم الى. الكلمه دي ممكن نستخدم بدلا منها كلمه اسمها انرول، بس انرول عايزه اون، عشان كده I want to. اي واحده من الاثنين بقى، سواء join او enroll on the course، يعني انا عايز انضم للكورس. ممكن نقول مثلا she joined ممكن نقول يا شباب she joined the army، يعني هي التحقت او انضمت الى الجيش. فكلمه جوين هنا مش عايزه حرف جر بعديها. طيب عندي كمان كلمه هتقابلنا في الكلمات، كلمه ليف. ده فعل الماضي منه اسمه ليفت كده فيرب. طيب ممكن برضو نستخدم كلمه ليف دي والجمع منها ليفز بمعنى ورقه شجر، وجمعها ليفز اوراق الشجر. طيب عندي برضو لوك انتو، نفتكر كده مع بعض خدناها قبل كده بمعنى investigate اللي معناهم الاثنين يتحرى. طيب عندك كمان كلمة adapt.
ادابت يتكيف، ادابتو يتكيف مع، بيجي بعدها اسم ممكن الفعل يكون مضاف له اي ان جي. طب مثال على كده، I couldn't adapt to، واحدة من الاثنين، اما انك تقول life وده كده اسم، او living مثلا in the countryside، يبقى انت معاك بعد adapt to الفعل مضاف له اي ان جي او الاسم، والاثنين صح ونفس المعنى. طيب عندك اللي بعد كده كلمة agriculture، agri culture دي معناها الزراعة. طب farming، farming دي معناها الفلاحة، الفرق بينهم فين؟ دي معناها الزراعة ودي معناها الفلاحة. الزراعة دي معناها زراعة فقط، يعني واحد بيزرع بس أرض زراعية، لكن دي مقصود بيها زراعة وتربية حيوانات وماشية. الراجل اللي عنده أرض زراعية وبيربي مع حواليها حيوانات فدي اسمها farming. طب اللي بيزرع أرض زراعية بس دي اسمها agriculture. طيب اللي بعد كده هيقابلنا كلمة application قلناها apply، كلمة كمان position. position دي احنا تقريبا قلناها 70,000 مرة قبل كده. position دي ممكن نستخدمها بمعنى وضع اجتماعي في المصطلح اللي احنا خدناه اللي كان اسمه social position، اللي هو الوضع الاجتماعي، ده رقم واحد. ممكن نستخدمها كمان بمعنى وظيفة، وظيفة في الحالة دي هي هتساوي كلمة a job، وممكن نستخدمها بمعنى employment. بس لاحظ ان انا employment اسم لا يعد، لكن job اسم معدود، فعشان كده قلنا a job. نستخدم كلمة position دي بمعنى وضع المكان بتاع الشيء، بمعنى لما اقول لك مثلا my house، بيتي يعني، is in a high position، يعني بيتي في مكان مرتفع عن الارض، يعني high position معناها وضع الشيء او مكان الشيء. نستخدمها كمان بمعنى يضع، في الحالة دي هي هتساوي put وهتساوي كمان place. نستخدمها كمان بمعنى المكان في الملعب، على سبيل المثال my position يعني مكاني is a goalkeeper، انا مكاني في الملعب حارس مرمى. ف position هنا استخدمناها بمعنى مكان في الملعب. طيب عندك كمان population، population دي مقصود بيها السكان نفسهم، الناس اللي عايشين في مكان معين. لكن لو قلنا over population دي بقى اللي معناها زيادة سكانية، ممكن نستخدم بدلا منها population explosion اللي هو الانفجار السكاني، يعني زيادة سكانية. ومن هنا عايزك تعرف ان كلمة explosion دي معناها انفجار، انفجار يعني مثلا البركان لما ينفجر ده اسمه explosion، ومعناها برضو انفجار بمعنى زيادة أو تطور. على سبيل المثال أقول لك مثلا there is an explosion، يعني في انفجار in the مثلا the types of writing، يعني معنى كده في زيادة في أنواع الكتابة. يبقى in the types يعني في أنواع of writing، يعني في أنواع الكتابة. طيب يبقى عايز تفهم إن كلمة explosion دي معناها انفجار، انفجار البركان أو كده، او انفجار بمعنى زياده. لما تقول لي مثلا population explosion معناها انفجار السكان بمعنى زياده السكان. عندك كمان كلمه interview، وبرضو قصه interview دي ناخدها كلها. interview دي نون بمعنى مقابله شخصيه، تمام. طيب انتر فيور دي نون بمعنى المحاور، محاور يعني ده الذي يسأل، ده اللي بيواجه أسئلة. طيب انتر فيوي اللي في آخرها اتنين ايه، ده برضو ناون، ده معناها الشخص الذي يرد على الأسئلة، اللي هو يعني من الآخر المحاور، المحاور تمام، لكن دي محاور دي بالكسرة يعني. طيب انت راح تقدم لوظيفة فانت اسمك انترفيو، الراجل اللي هيقابلك يسالك اسمه انترفيور، اللي انت بتعمله ده اسمه انترفيو، معناها لقاء صحفي. طيب كلمه شير، شير دي بنستخدمها كفعل بمعنى يشارك او يتشارك. طيب كاسم بقى كنون بمعنى حصه او نصيب. طيب بمعنى لما تقول مثلا our share is high، يعني نصيبنا في الموضوع ده عالي. طيب he refused يعني هو رفض to take
his share، يعني رفض ان هو ياخد نصيبه in the spoils، in the spoils يعني هو رفض ياخد نصيبه في spoils اللي احنا خدناها قبل كده في الوحدة الاولى اللي هي غنائم الحرب. طيب عندي كمان turn، ركز ان turn on هي بدل turn ممكن نستخدم switch on، تمام. طب turn off هي switch off، turn up يعلي الصوت، turn down يوطي الصوت. بس خد بالك ان كلمة turn بنستخدمها كاسم كفعل فقط، كلمة turn كفعل بمعنى لما نقول turn on يعني بمعنى يشغل، مثلا لو قلنا معاها on يبقى دي معناها يشغل. طيب لو استخدمنا turn لوحديها كده معناها يدور او يلف، يعني يلف، حتى انت بتقول ان في يو تيرن، في ملف في الطريق. طيب لكن كلمة switch لوحدها كده بنستخدمها كفعل بمعنى يفتح لوحدها كده، وبنستخدمها كاسم كنون بمعنى المفتاح بتاع الكهرباء، بريس اون ذات سويتش يعني اضغط على المفتاح اللي هناك ده، يبقى سويتش كده معناها مفتاح ودي اسم. هيقابلك كمان كلمه ميوت. ميوت دي استخدامين، اولا كفعل بمعنى يصمت يحاول التليفون صامت، وبنستخدمها كادجكتيف بمعنى صامت. وهنا بقى عايزك تفهم ان هي بمعنى يصمت يبقى هتساوي كلمه ساي لانس اللي معناها يصمت. طب معنى صامت بمعنى يبقى اسمها ساي لانت. كلمه سايلنت اصلا سايلنت دي ادجكتيف معناها صامت، ماي موبايل از سايلنت. طب امال ايه ساي لانس؟ دي اسم ناون وفيرب، ناون بمعنى الصمت نفسه، سايلنس is always expensive، الصمت دائما غالي. طب فعل بمعنى يصمت او يسكت، عشان كده انا ممكن اقول لك في جمله مثلا teachers على سبيل المثال او a teacher، المعلم shouldn't silence his students، يعني المعلم لا ينبغي عليه ان يصمت طلابه، لازم يسمع منهم كده وبتاع. طيب فدي بالنسبه لميوت قلناها بكل ما فيها. طيب في بعد كده في الصفحه، طبعا انا ماسك الكلمات بالترتيب عشان ما انساش كلمه يعني واقول لك الملحوظه بتاعتها. كوليج كده دي معناها زميل العمل، زميل العمل. طيب عشان كده لما تقول لي I work with علي، انا شغال مع علي، he is my colleague يعني هو زميلي في العمل، يبقى كلمه كوليج معناها زميل العمل. طيب الكلمه التانيه بقى اللي هي اسمها كوليدج، كوليدج دي معناها الكلية، زي ما بقول مثلا كلمة فاكولتي، فاكولتي اللي برضو معناها كلية. بعدك تفهم ان كوليدج دي زي كلمة فاكولتي، الاتنين معناهم كلية. طيب بعد كده هيقابلك في الكلمات كلمة كونكشن. كونكشن دي هتلاقيها في الدرس ده بمعنى علاقة او رابط، هنا بتساوي كلمة لينك والاتنين معناهم علاقة او رابط، عشان كده هنقول لك there is no connection، there is no connection يعني ليس هناك علاقة بين مثلا addiction and stress، ليس هناك علاقة بين الضغط وبين الإدمان، مفيش علاقة، أنت بتشتغل نفسك فبتدمن يعني. يبقى هنا بدل connection ممكن نستخدم كلمة link. عندك كمان كلمة decade دي معناها العقد اللي هو 10 سنوات. طيب لو كانوا 100 سنة بقى، 100 سنة، ولو كانوا 1000 سنة، لو كانوا 100 سنة هنسميهم century، century. طب لو 1000 سنة هنسميهم millennium، لا E N N I U M. طيب يبقى millennium M I L L E N N I U M، millennium يعني ألفية. يبقى عايزك تفهم كده إن العشر سنين اسمهم decade اللي هو عقد يعني، المئة سنة اسمهم سنشري يعني قرن من الزمان، ودي اسمها ألفية يعني كل ألف سنة اسمها ألفية. طيب عندك كلمة decline دي أصلا معناها بالأول كده انخفاض أو نقص، ومعناها كمان ينهار أو ينقص أو ينخفض، يعني بنستخدمها كفيرب بنستخدمها كنون. طيب نفس الكلمة اللي هي كلمة decline ممكن نستخدمها بمعنى refuse يعني يرفض، وبنستخدمها برضو بمعنى turn down اللي برضو معناها يرفض. يبقى عايزك تفهم decline يعني يرفض، refuse يعني يرفض، turn down يعني يرفض، وفي نفس التوقيت كلمة turn down انت عارف ان معناها يخفض الصوت، يوطي صوت الجهاز مثلا، اسمها turn down. لكن turn up
يعني يرفع صوت الجهاز. عندي كلمة destroy، destroy يعني يدمر، زيها كلمة damage يعني يدمر، هما الاثنين كده verb. طيب كلمة destruction اللي هي دمار بتساوي برضو كلمة damage اللي هي دمار، يعني هما الاثنين كده noun. يعني افهم من كده ان destroy فعل بس، ودمج تيجي فعل وتيجي noun. طيب اللي بعد كده عندك كلمة employ دي معناها يوظف أو معناها يستغل. لما نقول مثلا يستغل الأطفال في العمل يبقى دي employ. طب وده verb. طب employer دي بتحتمل معنيين، الأولاني اللي هو صاحب العمل، صاحب الشغلانة، أو المكان الذي نعمل فيه أو مكان العمل. بمعنى لما أقول لك مثلا this company is the best employer، the best employer يعني الشركة دي هي أفضل مكان عمل in my city مثلا، في مدينتي. نفس القصة برضو ممكن نعمل جملة تانية على سبيل المثال، مستر تامر is the kindest يعني هو ألطف employer I have ever worked. وبعد الكلمة دي لازم اجيب القلم التالي بقى، عايزك تعرف worked for ليه، عشان انت عارف ان work for وده كلام قديم قلناه قبل كده، معناها هيعمل لدى، من الاخر شغال عند. لكن work with يعني يعمل مع اللي هو زميلك في الشغل يعني. طيب وبناء عليه انت عندك هنا work with شغال مع زميل اللي هو اسمه ممكن نقول عليه colleague، ممكن انا الراجل ده كده colleague اللي هو زميلي في العمل. طيب يبقى work with يعني يعمل مع، شغال مع حد زميله، لكن work for شغال عند. فانت شغال عند ال employer يعني شغال عند صاحب الشغل او الموظف. نرجع لموضوعنا، كنا بنقول احنا هنا كلمة employ الأول كده معناها يستغل أو يوظف، employer ده صاحب العمل. طيب الكلمة اللي بعد كده بقى كمان كلمة employee ده العامل الموظف اللي احنا ممكن نسميه worker يعني العامل. فحضرتك هنا قلت لي انك شغال مع الكوليج اللي هو زميلك في العمل، وبدل الكوليج دي ممكن نستخدم كلمة employee يي، انت شغال مع زميلك في العمل لكن انت شغال عند الامبلوير اللي هو صاحب الشغل. طيب عندك بقى كمان كلمة employment دي لها معنيين، بنستخدمها كنون بمعنى التوظيف، وبنستخدمها برضو كنون بمعنى وظيفة. تمام، ولو معناها وظيفة فهي اسم لا يعد، يعني ما ينفعش نقول an employment، ما ينفعش نستخدم قبلها a ولا an. بعد كده عندك كمان كلمة depend، ده verb بمعنى يعتمد على، طبعا ده بيساوي زي ما اتفقنا كلمة count on وكلمة rely on، وكمان بتساوي bank اللي هو البنك بتاع الفلوس يعني، وكلهم باخد معهم حرف الجر on، ده كله كده verb بمعنى يعتمد على. طيب dependent on معناها ايه؟ معناها دي adjective بمعنى معتمدا على، اعتمادي على. طيب ان دي بن دنت، خد بالك هنا اوف معناها مستقل عن، عشان كده حتى احنا قلنا قبل كده مره ان في حاجه اسمها اندبندنس داي اللي هو يوم الاستقلال. يبقى نرجع تاني سريعا، كلمه ديبند يعتمد على ده فيرب. طيب كلمه ديبندنت اون دي ادجكتيف، اندبندنت اوف ادجكتيف برضو. طب اندبندنس اللي هو النون اللي هو الاستقلال نفسه. طيب اتكلمنا على انترفيو وكل ما فيها. طيب عندك كلمة ريسك دي بنستخدمها استخدامين، بنستخدمها كفيرب بمعنى يعرض للخطر او يخاطر بي، معناها يخاطر بي، وبنستخدمها كنون بمعنى خطر. اللي عايز اكد لك عليه بقى واللي كتبتها عشان خاطر الحتة دي بالذات، هي نون بمعنى خطر يعني بتساوي كلمة دينجر اللي هو الخطر، يعني ما تسويش dangerous يعني خطير. عندي بعد كده برضو كلمة respond، respond يعني يستجيب لي، وبعدها حرف الجر تو دايما،
ريسبوند تو يعني يستجيب للعلاج مثلا، يبقى ريسبوند تو ميديسين، يبقى دي معناها يستجيب لي ايا كان بقى اللي هيستجيب ليه. سوليوشن، سوليوشن دي معناها حل، وقلنا قبل كده بمعنى محلول الماء، محلول السكر كده. طيب عندك سبيس، قلناها سبيس واسبيس قبل كده مره كده، احنا مرنا مرورا سريعا على الكلمات المهمه دي. هيقابلنا برضو في الكلمات واحنا شغالين كده كلمه دي لي، دي لي الكلمه دي بتساوي بالظبط كلمه بوست بون، بس في فرق بين الاثنين، ان دي لي دي فيرب وناون، يعني معناها يؤجل ومعناها تاجيل. طب بوست بون فيرب بس، فلما اقول لك كام ات 7، تعالى الساعه 7، نو ديلي يعني من غير تاجيل، هنا ما ينفعش نقول نو بوست بون، لان ديلي اسمه فعل لكن بوست بون فعل بس. من الكلمات برضو اللي حد سالني فيها في على سلسله الوحده دي، جايه من كتاب من الكتب ما اعرفش هو ايه، يعني كلمه ابورت اللي هي كده اللي هي كلمه واحده، وكلمه ابورت اللي هي كده. كلمه ابورت اللي هي كلمه واحده دي معناها منفصل. يعني ايه منفصل؟ يعني سواء حاجه منفصله عن حاجه في الزمن او في المكان. على سبيل المثال لما تقول مثلا وي ليف، يعني احنا عايشين 2 مترز مثلا، 2 مترز ابورت، يعني احنا عايشين منفصلين عن بعضنا 2 متر، بينه وبينه 2 متر. او الجمله اللي كانت في اوكسفورد، وي ماست ستاند، يعني احنا المفروض نقف يعني 2 مترز ابورت، يعني احنا المفروض نقف منفصلين عن بعضنا 2 متر. طيب يبقى كده ده كله كده انفصال المكان. طب بالنسبة للزمن مثلا ممكن اقول لك مثلا my lessons، الحصص بتاعتي are 1 hour a board، يعني الحصص بتاعتي منفصل عن بعضها ساعة، يعني بين الحصة والتانية ساعة. طب a board ديت الا دي الا هنا ممكن نستغني عنها، يعني ممكن نشيلها اصلا. على سبيل المثال he ate apart a part of my cake، يعني هو كل جزء من الكيكه بتاعتي. بدل ما تقول apart ممكن تقول هنا part، يعني الادي مش اصليه، ممكن نحذفها عادي. احنا كده عملنا يعني اطلاله سريعه في الكلمات عشان ما نكونش طولنا، يعني ان شاء الله في باقي ملاحظات تانية هتنزل مع الدرس الثالث والرابع. دي بس ملاحظات اللي هتقابلنا في الدرس الاول والثاني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حاب اكد ان الملاحظات دي انا رفعتها PDF في وصف الفيديو لو انت عايز تجيبها من الجروب يعني.